سالي، محطتنا الطبية لليوم رح نسلط الضوء عليها على مبيض متعدد الأكياس. بين الأسباب والأعراض والشريحة الأكثر تعرضا من النساء للإصابة بها والمرحلة العلاجية وما الأخطاء الطبية الشائعة، رح يحدثنا عنها أكيد الدكتور أكرم الأحمر، اختصاص بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا صباح الفل، يا هلا. اهلا وسهلا فيك دكتور اكرم. يعني دائما مثل ما بنقول انه المبيض المتعدد الاكياس كثير بيسالوا عنه، او كثير في معلومات بتكون خاطئه نتيجه قراءه من موسوعه معينه او سؤال بعض الاشخاص، ولكن بدنا تعريف شو هو المبيض المتعدد الاكياس. اولا يا صباح الفل، أنا اشتقت كثير لقناتكم ولمشاهدينا كثير، يطول عمركم. هلا الموضوع جدا هام، هو موضوع قديم جديد. السبب في انه هو دائما في حديث فيه، السبب وجوده المستمر. يعني دائما في عنا شريحة عمرية، هلا نحن عم نحكي في عنا شريحة عمرية دخلت ضمن يلي بدها تسأل عن هذا الموضوع ويلي بلشت تعاني منه نسبة معينة منها. طبعا هلا البي سي او البوليسيستيك اوفري سيندروم او المبيض متعدد الاكياس او تكيس المبايض، يعني عم نحكي تقريبا التعابير الشائعة كلياتها، هو عبارة عن، نحكي خبرية حلوة كتير عند ببداية الحلقة، هو عبارة عن عسرة وظيفية أو سوء بالوظيفة أكثر بكتير ما هو مرض عضوي. بمعنى نحن شو نقول مرض عضوي؟ مثلا إنه فرضا عن التهاب صدر، التهاب رئة، كتلة بالثدي، هذا مرض عضوي. أما المبيض متعدد الأكياس هو خلل بالترتيب الوظيفي فقط. بمعنى إنه منلاقي المحور الغدي، نحن الوظيفة الطمثية الأساسية الموجودة عنا اللي المحور كامل، هي الشيء الانتهائي فيها هو المبيضين. أكيد. طيب المبيضين لهم وظيفتين هامين جدا، إنتاج وتلقي هرمونات وإنتاج بويضة بمنتصف الدورة الشهرية. طيب هي هي الوظيفة الأساسية يعني ببساطة للمبيضين. لما بصير في عنا خلل ما يؤدي إنه الوظيفة الأساسية للمبيضين هدول تختل وقتها منقول في عنا سوء ترتيب بالوظيفة وليس مرض. إذا الشيء المطمئن هو ليس مرض، هو خلل وظيفي. هلا الخلل الوظيفي هذا إذا نجي منشوف نحن السبب الأساسي إنه منقول هو ينتج عن عدم الإباضة المزمن أو اللا إباضة المزمن، وليس بالضرورة أنه لا إباضة كل الدورات الشهرية تكون لا إباضية وبالتالي عم تشكل الأكياس. لا، ممكن يمرق كذا دورة شهرية فيهم حادث اللا إباضة يلي هي السبب الأساسي لحدوث البي سي أو أو المبيض متعدد الأكياس، ويمرق بعدين دورتين بتطلع فيها إباضة. فلذلك نحن منلاحظ شغلة مهمة كتير، أنه إذا منجيب 100 مريضة عندهم لا إباضة مزمن، 25% من مبيض متعدد أكياس، يعني 25% ما عندهم مبيض متعدد الأكياس. دكتور كتير بيحكوا من الأسباب، ممكن تكون العوامل الجينية، ممكن نمط الحياة، ممكن كمان السمنة تأثر على هاي القصة. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. تماما، خليني أبدأ من آخر وحدة قلتيها اللي هي السمنة، هي لا شك أنه عامل مثبت بسوء وظيفة عمل المبيضين بسبب أنه هلا بنشوف نحن من الاعراض المرافقه او المبيضين متعدد الاكياس، المبيض متعدد الاكياس اللي هو الشعرانيه. طيب هلا نحن بنقول السمنه باعتبار انه هو الفاتي تيشوز، الانسجه الشحميه هاي، بتلعب دور كتير بانتاج هرمون مذكر غير مرغوب به، هي خط انتاج اضافي للهرمون المذكر غير مرغوب به، مع العلم انه كل انثى فيها مقدار معين من الهرمونات المذكرة، مثل ما كل رجل في مقدار معين من الهرمونات المؤنثة. هالبالانس بيناتهم، هذا التوازن يلي بيخلي يكون وظيفة الرجل رجل، وظيفة الأنثى أنثى. هلا بنرجع لهدول المبيضين بالمناسبة. فلذلك بنقول إنه السمنة هي عامل مثبت، بالرغم من نشوف بي سي أو مبيض متعدد الأكياس موجود عن بنات نحيفات، أوكي؟ ولكن السمنة هي عامل مثبت. هلا يعني ستايل اوف لايف، نمط الحياه،
الحقيقة ما فيني أقول أنه يعني حط هيك أنه this is the point أنه حط نقطة إيدنا عليها أنه هي هي السبب الحقيقي، ولكن نمط الحياة في نشاط تماماً تماماً تماماً. نمط الحياة كمان أنا أضفت له الشغلة أنه هو البيئة، فلذلك هلأ منشوف البي سي او مبيض متعدد الأكياس قليل عند البنات اللي يعيشوا بالكونتريز بالريف بالنسبة بالبنات يلي بيعيشوا بالمدن المزدحمة. هلأ هذا كمان له علاقة بالنشاط والحركة بالبوليوشن بالتلوث الموجود بالبيئة سواء كان بالهواء بالراحة النفسية الموجودة اللي هي كتير دور عامل مهم كتير. هلأ يقال انه نمط الغذاء الموجود هلأ حاليا الفاست فود وهيك انه له دور موجود، هلا انا بيتهيأ لي قد يكون له دور حقيقي وخاصة اذا ترافق انه هو ادى للسمنة. انا في تلازم كتير كبير برأيي انه بين هدول التنتين من الاسباب. اما هو الحقيقة ورح نعترف انا وياكم بشغلة لمشاهدينا، مو هيك هذا السر بيني وبينكم ومشاهدينا سوا، بس انه لما بس هيك بس انه لما منقول عن اي مرض بالجسم انه يوجد عدة اسباب او عدة نظريات محتملة، فاذا نحن حقيقة لا نعرف السبب الحقيقي. تمام. نعم. يعني دكتور كمان في سؤال شائع انه من هم الاكثر عرضه للتكيس المبيض؟ هل هم بفئه عمريه معينه؟ الصبايا غير المتزوجات، وممكن يصيب كمان يعني اللي متزوجه او يلي او يلي انجبت حتى. تماما. نعم. نعم. هلا لا شك انه الشريحه المتزوجه واللي انجبت أقل إصابة بكتير من أنه تصاب بتكيس المبايض من الشريحة يلي لسه ما أنجبت. تمام. هلأ هون في ملاحظة بدي أقولها أنه أغلب شريحة منشوفها مصابة هي الشريحة العمرية يلي ما بعد سن البلوغ تقريبا مباشرة. هلأ أقصد أنا بسن البلوغ مو أنه أول مرة شافت فيها البيريود تبعيتها الدورة الشهرية، نو لأنه ممكن يمرق سنة لسنة ونص بعد أول دورة شهرية تغيبها وتقطع الدورة الشهرية العادة الشهرية وهيك. نعم. لا هذا الطبيعي. أنا عم أقول لما بلشت نوعا ما تنتظم الدورة الشهرية عندها هي أكبر شريحة عمرية. هلأ ليش عم نشوف نحن الإصابات عندهم أكثر؟ لأنه مثل ما قلنا أنه بترافق المبيض متعدد الأكياس بعرض تاني، اثنيناتهم ينجموا بشكل أساسي عن اللا إباضة المزمنة اللي هي الشعرانية. هلأ بحكم أنه البنت السورية أنه اعتناء بنفسها وبجمالها وانتباهها لنفسها وجمالها، وبالمناسبة قلت هالمعلومة من قبل وهلأ رح أقولها مرة تانية. نعم. إنه البنت السورية هي بتاخد المرتبة الثالثة عالميا بدراسة المتحدة من حيث الجمال والترتيب. أوكي. فتحية لكل بنت سورية جميلة. أكيد. أكيد. فبهي المناسبة بقول إنه هي هي الشريحة العمرية المعرضة أكثر للإصابة. نعم. دكتور. نعم. كتير من الأعراض بتظهر على الفتيات والسيدات، ومثلا بيقول مثلا شعر الرأس إذا خف، مثلا حب الشباب إذا طلع، مثلا الشعر إذا ظهر هون بمنطقة الدقن كمان. نعم. بيقولوا إنه أكيد معك هاي القصة المبيض المتعدد الأكياس. هو الترافق كتير كبير بيناتهم. هلأ بس إذا بدي أقول إنه طيف الأعراض غير الجزء التجميلي أو الجمالي الحقيقة. تمام. يلي الأكنية الحب والشعرانية أكيد، وعدم انتظام الدورة الشهرية. هون بقى نوصل بقى للأعراض يلي يجب الانتباه إلها. تمام. عدم انتظام الدورة الشهرية، أوقات انقطاع الدورة الشهرية كذا شهر سواء إن اجت بعدين بشكل عفوي أو اضطرينا لنعطيها دواء لنجيب لها الدورة الشهرية. من الأعراض الثانية المهمة اللي ذكرتيها حضرتك اللي هي الشعرانية ممكن نشوفها، حب الشباب، البشرة الدهنية، تزييت الشعر، تساقط الشعر بسرعة. نعم. غير طبيعية. نعم. هذا من الأعراض مثل ما قلت الجمالية الموجودة. أنا بركز على الأعراض الحقيقية أكثر. نعم. اللي هي إلى مدلول لقدام. ما بنكر أهمية هذيك الأعراض، ولكن هي الأعراض هي الأهمية الأساسية. إذا عدم انتظام أو عسرة الطمث أوقات، الآلام الشديدة ممكن نشوفها بالدورة الشهرية. هلأ منروح بعدين لأعراض أخرى أهم أو عقابيل أخرى يعني جدية more serious، يعني هي القصة من إلا اللي هي ترتبط بالحمل بالعقم، ترتبط بتطوير كارسينوما أو إصابات سرطانية بالباطن الرحم وبالثدي. فإذا
هي الحالة جدا هامة اللي هي المبيض متعدد الأكياس. صحيح. ننتبه للأعراض اللي عم تصير معها للبنت. تمام. والتابع فورا عن طبيبة ويحط لها خطة علاجية سريعة. بالمناسبة علاجه طويل الأمد، ممكن هلأ إذا كان معنا وقت نحكي عن القصة. نعم دكتور، حتى في يعني خلينا نقول إهمال لبعض الصبايا. تمام. وحتى الأمهات ما بتلاحظ على بنتها، بتقول إنه هي شغلة عادية، تبدلات هرمونية بلا فحص إيكو ولا بلا استشارة طبيب. تمام. فبصير في مضاعفات. هالمضاعفات يعني قد ايه خطيرة؟ ممكن تعمل للمبيض، ممكن يعني يصير استئصال المبيض للصبية إذا كبر الكيس لدرجة ما تعالج بالدواء، بده يصير بده عمل جراحي. نعم. حتى ممكن أحيانا يستأصل المبيض مع الكيسة، يعني إذا فات الكيس المبيض باختلاطات الكيس. المرحلة. إذا فاتت باختلاطات كيسات المبيض، إذا كانت كيسة واحدة من هدول الصغار كبرت كتير، لأنه هو بالمناسبة مبيض متعدد الأكياس وكيسات المبيض هن موضوعين مختلفين تماماً. ولكن مبيض متعدد الأكياس قد يكون إنه مؤهب أكثر من غيره ليعمل كيسة مبيض كبيرة. هو المبيض متعدد الأكياس، إذا قلنا المبيض هيك بيكون مدور. نعم. تمام. نعم. بشكل بيضي هيك، بتكون بسبب عدم الإباضة المزمن بتصير بقى جواته بتتشكل أكياس صغيرة وليس عليه كيسة كبيرة. جواته بتتشكل أكياس صغيرة جنب بعضها كأنه خنقت المبيض من داخله، فلذلك بتجي لتصير بقى محاولة إباضة، بده يتشكل جريب إباضي بيحاول يطلع ليوصل لسطح المبيض مشان ينفجر ويطلع البويضة منه، بيصطدم بالكيسات اللي موجودة. ففتنا بدوامة هون بهالحالة أو بدائرة مغلقة، إنه المبيض متعدد أكياس يؤدي من أسبابه عدم الإباضة المزمن، وهو كمان يزيد من سوء الحالة من ناحية عدم الإباضة. فلذلك سالي الانتباه جدا هام لهي الأعراض. صحيح. والعلاج المبكر. عدم الأقوال الشائعة واللي نشوفها أوقات على السوشيال ميديا يلي إنه ما فيه شيء وبالطيب وعيب البنت تروح لعند دكتور نسائي لأنه بنت السماء متزوجة، لا هي نسمعها كتير. منقول لا حرام، البنت السورية المرتبة الثالثة بالجمال بالعالم. صحيح. نتركها تعاني من هي القصة البسيطة يلي هي بالأساس مثل ما بقول مثل ما حكينا بالتعريف ليست مرض يا أخواننا، هي سوء وظيفة. تعالوا نرتب هالوظيفة شوي ترجع الأمور طبيعية. صح. أكيد دكتور، خلينا نحكي عن العلاج. دائما مثلا بهيك حالة أنه دائما دواء منع الحمل أو دواء علاج للسكري، خلينا نحكي شو هو العلاج، وهل بيختلف مثلا على حسب عمر السيدة أو على حسب إذا بدها هي يكون عندها حمل؟ خلينا نحكي عن هالقصة. تماما، لك سؤالك مهم جدا. خلينا نتفق أنا وياكم على شغله، انه هلا اذا جبنا انا وياكم سوا وحطينا قدامنا 100 مريضه عندهم بي سي او مبيض متعدد الاكياس، طيب بنتفق على شغله جدا هامه والحمد لله زملائنا الاطباء منتبهين لها، انه مو ال 100 مريضه البي سي او البوليسيستيك اوفري سيندروم، انه هدول 100 وصفه مطبوعين كوبي مع بعضهم نعطيهم ورقه الوصفه انه كلياتهم مثل بعضهم. نو. كل حالة هي يونيك، حالة مفردة، إنه يجب المعالجة والانتباه لها بحد ذاتها، بمعنى خطتها العلاجية مختلفة عن الحالة اللي جنبها. هلأ خيارات كتير للمعالجة، أوكي؟ قد يكون المعالجة الهرمونية هو أحد الخط الأول اللي بنستعمله بهي الحالة، قد يكون الأدوية خافضات السكر بالرغم من إذا ما كان في عنا overweight، إذا ما كان في عنا زيادة وزن، قد يكون عنا بعض الأدوية بعض خافضات الضغط الشرياني زمرة معينة منهم يلي بس إلى تأثير مرغوب به على بصلة الشعر مشان نقلل ظهور الأشعار غير المرغوب فيه. فإذا الشغلة اللي بدي أقولها أنا هلأ رح تستغربوها الكل، إنه ببعض الأحيان قد يكون مجرد إعطاء دواء بلاسيبو بدواء وهمي، بمعنى ما فيها حبة ما فيها مادة دوائية، ولكن مع الدعم النفسي لإلها للمريض تتراجع أكثر الأعراض عندها. فلذلك برجع لسؤالك سألتني إياه قبل شوي، نمط الحياة المتضمن داخله هاي الكلمتين هو الاسترس والتوتر النفسي الشديد. فلذلك منلاقي انه الطبيب لما بيتعامل مع هواجس مريضته بيعطيها 5 دقائق او 10 دقائق زيادة من وقته. صح. جدا عامل هام،
قد يغني عن معالجات دوائية كتير طويلة وكتير في منا إلى بعض الأعراض المزعجة الجانبية المزعجة. تمام دكتور، يعني هدول المعلومات كمان جديدة عم نتعرف عليها من حضرتك ومهمة كتير. خلينا أكيد كتير بيجوا سيدات لعند حضرتك بيقولوا لك إحنا معنا أو بتقولون إنه أنتوا في مبيض متعدد الكيسات أو في أكياس على المبيض، فأول سؤال بيسألوه إحنا منجيب أولاد؟ يعني هذا الشيء بيأثر على الأولاد؟ نقدر نجيب ولا لازم نتعالج بعدين نجيب، ولا ممكن أحيانا بإرادة رب العالمين إنه يصير حمل؟ خلينا نحكي قديش بيأثر أو بتأثر هدول الكيسات أو الأكياس على الإنجاب؟ سالي بدي أشكركم أنتو فريلة دهر جدا على هالسؤال المهم لسبب بسيط. لسبب بسيط، في ارتباط حكما، بس رح أقول درجة الارتباط هلا قديش، في ارتباط حكما بين البي سي أو المبيض متعدد الأكياس والعقم، أو تعون اتفق أنه ما نسميها العقم نسميها تأخر الإنجاب. تماما أوكي. هلا لا شك بوجود هذا الارتباط، منقول نحن يجب المعالجة مو بس لأنه هي رح تتزوج وفي عندها رغبة بالإنجاب، المعالجة نزبط لها أعراضها. يعني تخيل أنه في عندنا بنت مصابة بي سي أو بتجيها الدورة مرتين ثلاثة بالشهر، أو بتجيها الدورة بس بتضل 10-12 يوم عليها مع فقر الدم اللي بيصير معها، مع الآلام المزعجة بترافقها، مع بقية الأعراض اللي ذكرناها. صحيح. ونتركها لغاية أنه إذا تزوجت ومتى ما تزوجت وتأخر الحمل عندها بعدين منبلش بالعلاج. لك نووي يعني هذا كلام خاطئ بالمطلق. أكيد. اولا نحن يعني شيء معيب بالطب انه نترك المريضة تعاني وما دام في حل بين ايدينا ما بصير نتركها تعاني. طيب الشيء الثاني، النظرة الخاطئة هي اللي تؤدي انه مثل ما حكينا بالتعريف المبيض متعدد الاكياس ينجم عن عدم اباضة مزمن. طيب انا كل ما طولت بعدم الاباضة المزمن كل ما بيطول اكثر بتدبير وعلاج الحالي، لدرجه انه ممكن نوصل انه بعد الزواج تاخر الحمل بي سي او ما كثير استجاب على العلاج. في الحاح بالرغبه بالانجاب، انه ممكن نضطر لعمليه تثقيب للمبايض سواء تنظير او فتح، بغض النظر انه تثقيب للمبايض لنريح المبيض مشان نقدر نعطيها فرصه حوالي سنه ونص بعد العمليه انه يصير في عندها حمل عفوي. بالرغم في نسبة حوالي 25% منهم انه بنضطر نعمل عملية تانية تنظير بطن تاني، من له سكند لك نظرة تانية لنشوف انه شو صار هالمبيض تجاوب معنا ولا لا. هلا هذا الشيء اللي كانوا يسموه بالزمان انه عملية تقشير مبايض، هي الحقيقة ما أنا تقشير مبايض، لانه هي المشكلة ما أنا بقشرة المبيض، المشكلة هي موجودة بمحتوى المبيض من جوا اللي هي الاكياس اللي متروسة جنب بعضها. فلذلك بقول انه تأثيره على، ما بقى نستعمل كلمة العقم، نستعمل تأخر الإنجاب، تأثير مرتبط ببعضهم. كل ما بلشنا العلاج مبكر كل ما أخذنا حمل ونتيجة أفضل وبوقت أسرع. نعم. أكيد دكتور، خلينا نحكي على العلاقة بين المبيض المتعدد الأكياس والسكري. ليش؟ خلينا هلا لأنه الحقيقة الهرمونات الأنثوية الموجودة عند الأنثى ارتباطها ببقية هرموناتها بما فيها هرمون الأنسولين. هرمون الأنسولين يلي هو بيحرق السكر، ارتباط كتير كبير بالشي اللي ذكرتي لي قبل شوي بالبدانة والقدرة على التحمل مشان السكر والأنسولين. فلذلك نحن منقول انه هالترابط الموجود بيناتهم هاد يستدعي انه ندخل على هالحلقة هاي ونكسرها بنقطة معينة انه من ناحية العلاج. فلذلك انه لما نعطي الأدوية خافضات السكر هن مري تمام، هي نقطة هامة كتير، ولكن بعض الأبحاث ذكرت إنه لما يكون في عنا overweight زيادة وزن وعنا PCO نسبة الإصابة بمرض السكر لاحقاً تزداد عندهم. فلذلك نحن بهي الحالة منبلش العلاج مو بس لنحميهم من الزياد نسبة الإصابة بمرض السكر، لنكسر هالترابط هاد بين بقية الهرمونات الأنثوية وهرمون الأنسولين والقدرة على تحمل السكر. نعم. الموجودة بالخلايا. ما ننسى نحن هون، ننسى شغلة مهمة جدا، إنه نحن عم نحكي هون عن وظيفة الخلايا المبيضية وليس المبيض بشكل عام. نحن اللي منشوفه على الإيكو إنه منشوف مبيض ضخم شوي يحوي أكياس مثل ما قلنا جوات بعضها هيك مرصوصة جنب بعضها. نعم. أوقات ما منشوف هاي الأكياس، ولكن مجرد ضخامة حجم المبيضين يبين. ضخامة حجم المبيضين مع بقية الأعراض بتوجهنا نحط إنه تشخيص هذا مبيض متعدد الأكياس. دكتور سؤال كتير مهم، الصبية اللي تعالجت بعد فترة بيرجعوا بيظهروا الأكياس، شو السبب؟ أها، لنفس السبب المجهول اللي نحن ما بنعرفه. تمام. معقول الستريس والعصبية وكذا بيرجعوا؟ أكيد ممكن، بس هون
الشغلة المهمة كتير وأرجو الانتباه لها وكتير سؤال مهم بتشكرك جدا عليه، حقيقة كان فايتني هيك موضوع. الشغلة المهمة كتير أنه هلأ بفرض نحن عنا مريضة PCO حطينا لها خطة العلاج وقلنا لها علاجك من 9 شهور للسنة. نعم. أوكي طيب طبعا. هلأ طابت سنة سنتين إن شاء الله من بعدها وإن شاء الله كل العمر، بس إذا ردت رجعت صار في عندها نقص، صارت وقتها العلاج تبعها يا دوب 2 3 شهور بدل ما يكون سنة. تمام. اما اللي تقولي لي ليش رد رجع، والله ما بعرف. حدا بيعرف. لا ما حدا بيعرف. يعني دكتور اكرم بدنا نشكرك كثير على هيدا المعلومات، اكيد رح يكون لنا وقفات ثانيه لمواضيع ثانيه يمكن ولتفاصيل معينه ان شاء الله وشي جديد ان شاء الله. اكيد شيء جديد الكل حابب يعرفها من حضرتك. نورت صباحنا يا دكتور. منوره بوجودكم، يسعد صباحكم. شكرا كثير لوجودك معنا، شكرا لمعلوماتك القيمه، نشوفك بحلقات قادمه ان شاء الله يا رب. أما هلأ سمر صار وقت لننتقل لغرفة الأخبار لمتابعة